كيفاش واش العشران كلشي مزيان ديري مع رمضان بالي بنادم تقرف هاد العواشر هاد دار اللايف ديالي ديال منتظر تحيه خاصه لصحاب كرواسه تحيه عامه لصحاب الاداره ديال الشفنج اغلبيه دابا بنادم كاين اللي باغي يجيب الفطور كاين اللي باغي يجيب السحور اللي باغي يتلقى على عباد الله كاين اللي باقي راخي على عباد الله تحيه الناس اللي كيتبعوا الباج ديال منتظر وتحيه الاحباء ديالي عواشر مبروكه وبالي بنادم قهرو رمضان اغلبيه راه قهرو رمضان اصحابي داي اللي بطلع عندي في اللايف مرحبا به نطلعو في اللايف كومونتي ليه شيري احنايا تقدينا الفطور وان شاء الله غادي نمشيو نفطرو في البحر فطور مع خونا ام كريم ولد بلفيدير ها هو معايا ام كريم غادي نمشيو نهبطو البحر ديال بورغون ديال العوينه الحاره وغادي نفطرو تماك واحد الفطور اللي خيالي خاطينا داكشي ديال نزار وداكشي ديال ام كريم فين اخويا ام كريم شي كلمه ام كريم صافا اخويا منتظر هاني عرفتك ليا اخويا ام كريم الدراري اللي عندنا في الباج ديال منتظر هاد الكلاش بغيت نوصلو لداك خينا كيقولوا لي ملولي ولا البهلولي ولا القرمولي تلقى على عباد الله هو ونزار ودايرين مسرحيه على اساس باش يطلعوا الطوندونس الاغلبيه كيتفاعلوا اغلبيه كيهزوا لايفات ديال العوابق حنا العشيه كما دويت مع بويزيكا اوفيسيال عشيه دخلوا عندي اللايف ديالي راه غيطلع عندي بويزيكا ان شاء الله كما البارح درت مع اللايف في الانستغرام عشيه غنطلع لايف خصيصا على الهروي ديال نزار اللي تلقى عليكم ودخل العاقه وخلى الرقاوة طالقين الخيطانوس وبنادم اللي باغي يدخل عندي في اللايف مرحبا ما باغيش يطلع يمشي يطلع عند مو يطلع عندها يطلع عندها السدة توكلك ودير لك وخر شف حنا عارفين الناس اللي كيحبوني وكيسوفيوني من زمان راه ديما متبعيني ما كيبيعوش الماتش وهذوك الرقاوة اللي الاحباء اللي دايرين ابوني الملولي ودايرين ابوني والنزار وهذوك بلا ما تدخل عندي عندي البارح 17 واحد ديال الرجال دخل تفرج فيا حسن من 10000 كلب و10000 مجحوم داخله في اللايف ديال الملولي ولا البهلولي طالق على عباد الله راخي عليكم المعطاويه وكيف رقع في البوز الطوندونس مكريين استوار وراخينا على عباد الله حنا راه فينا حنا نديرو شي قصه ولا شي استوار وطلقوا على عباد الله واش بالك نخلقوا شي نخلقوها اه سير الله نخلقوها عليهم نخلقوها احنا غنشوفوا الفيلم الاخر ديال المنتظر وتحيه الناس اللي كيحبوني تحيه ليهم وانا معاكم ان شاء الله تحيه الاحباء اللي كيشوفوني تحيه خاصه اصحاب كرواسه وتحيه عامه اصحاب اداره ديال الشفنج بيس اند لوف الخوت كاليتي ايفون 11 اضرب لي على الايفون